الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا على هذين الحديثين، في بعض الروايات أن أنسا سأل زيدا كم بين الأذان، كم بين السحور والصلاة، كم بين السحور والصلاة، بمعنى أن أنس يسأل عن المقدار ما بين فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحوره إلى تكبيرة الإحرام. بينما نجد بعض الروايات أن أنس سأل زيدا كم بين السحور والأذان، وبينهما اختلاف، إذ الرواية الأولى عن الفرق عن المقدار فيما بين السحور والدخول في الصلاة، والرواية الثانية عن الفرق أو المقدار فيما بين الفراغ من السحور والأذان. فكيف نجمع بينهما بوجه لا تتعارض معه تلك الروايات الصحيحة؟ الجواب أن نحمل الصلاة على وقتها، على ابتداء وقتها وحضورها. فقوله كم بين الأذان والصلاة، أي كم بين فقوله كم بين السحور والصلاة، يراد به كم بين السحور ودخول وقت الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة ومن المعلوم أن الوقت أن وقت الصلاة يطلق عليه صلاة، لأن الصلاة صالحة لأدائها فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوره ما لم يحضر العصر. مش المقصود بالعصر صلاة العصر ولا وقتها؟ وقتها. فإذن المقصود بالصلاة هنا وقت حضورها، فلا تعارض على هذا الحمل بين الروايتين، بين الروايتين. فالظاهر أن المقصود كم بين السحور والأذان، فأطلق على الأذان صلاة لأن الأذان مؤذن بدخول وقت الصلاة وحضورها وجواز فعلها.